أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية أن الحكومة ماضية في خطتها بتطبيق مزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من آثار الانخفاض الحاد للإيرادات نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مشيرا إلى أن الإيرادات النفطية انخفضت بما يزيد عن 60% مقارنة بالعام 2014 وبما يصل إلى 6 بلايين ريال عماني. وأضاف المصدر أن الحكومة اتخذت مبدأ التدرج في اتخاذ الإجراءات الاحترازية مراعاة للنمو الاقتصادي وحالة المواطن المعيشية، موضحا أن جميع ما اتخذته الحكومة من تدابير في خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات لا تتناسب مع حجم الأزمة، ووفرت فقط في حدود 2 إلى 2.5 بليون ريال عماني، في حين أن باقي العجز الكبير في الموازنة تم سده عبر الاقتراض الداخلي والخارجي، وهي حلول وقتية لا يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل.